مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي والفلسطيني السيد ماجد عزام. أهلا بكم سيد ماجد. بداية، بعد أن أغلقت الولايات المتحدة الحسابات المصرفية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، كيف ترى موقف أمريكا من القضية الفلسطينية الآن؟ يعني أولا مساء الخير لعدد المشاهدين. أنا أعتقد أنه يعني إغلاق مكتب منظمة التحرير بكل ما تبعه من خطوات ذات طابع لوجستي بما فيها إغلاق الحسابات وإنهاء إقامة ممثل منظمة وعائلته هو جزء من السياسة الأمريكية أو سياسة إدارة ترامب التي يمكن تقسيمها لجزئين. هناك قرارات ذات طابع سياسي تظهر أو حتى ذات طابع اقتصادي تظهر التوجهات الأمريكية الهادفة إلى التي لا تعترف بحل الدولتين، لا تعترف بقاعدة الأرض مقابل السلام، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو كما يتباهى ترامب بشطب القضايا الصعبة عن جدول الأعمال. يعني إذا كان التفاوض فشل نتيجة لوجود قضايا صعبة فإن الحل ليس محاولة التوصل إلى حلول وسط أو التوسط بين الجانبين، وإنما إزالتها عن جدول الأعمال. يعني هذه محاولة ساذجة ومنفصلة عن الواقع كما حصل في قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، ثم محاولة شطب الأونروا وحتى إعادة تعريف اللاجئين. ثم هناك قرارات ذات طابع سياسي وحتى اقتصادي لابتزاز السلطة الفلسطينية، لابتزاز القيادة الفلسطينية الرسمية وإجبارها على القبول بالسقف الأمريكي المنخفض الجديد، مثل منع المعونات على الأونروا، منع المعونات على السلطة الفلسطينية نفسها، ثم إغلاق مكتب منظمة التحرير الهدف منه عودة السلطة أو وقف مقاطعة السلطة الفلسطينية للجهود الأمريكية، ثم عودة السلطة الفلسطينية إلى السقف الأمريكي لعملية التسوية، عملية تسوية جديدة. سيد ماجد، هنا نأتي إلى نقطة مهمة، هل يمكن الاستمرار بإلقاء اللوم فقط على الجانب الأمريكي أم نلقي باللوم على من اعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون راعية سلام بأي قضية؟ من الأبعاد أنه أو من الأخطاء اللي بدأت منذ عملية مدريد أوسلو، يعني تهميش الأمم المتحدة، رغم أنه في بعض المفاوضات بعد مدريد كان هناك مفاوضات متعددة في عدة أماكن في أوروبا، في موسكو، حتى في كندا، لكن بعد ذلك باتت الولايات المتحدة هي الوسيط الحصري، وكان هناك منذ البداية تهميش للأمم المتحدة. أعتقد أنه هذا أحد جوانب المشكلة. الأمر الآخر أنه ليس هناك، يعني الحديث عن استراتيجيات فلسطينية يبقى نظري. طيب، إلى أي مدى ترى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الضغط على السلطة الفلسطينية لتمرير صفقة القرن؟ يعني نحن نتحدث عن يعني أمريكا تفهم أنه لا، كل الخطوات التي قامت بها والتي تحدث عنها السيد صابع رقاط التي قامت بها لفرض أمور على أرض الواقع لن تكون جد مجدية طالما أنه يرفضها الطرف الفلسطيني، والأطراف العربية لا تستطيع تجاوز الطرف الفلسطيني، والمجتمع الدولي يبدو متبني. أنا أقرب إلى الرواية الفلسطينية، هي تحاول مهما فعلت من ممارسات أو خطوات أحادية تفهم أنها ستظل أحادية، ستظل منعزلة كما حصل في قرار نقل السفارة إلى القدس. طالما أنه ليس هناك غطاء فلسطيني أو عربي هنا، هي تمارس ضغوط جدية على السلطة الفلسطينية، لكن السلطة الفلسطينية تفهم أنه ما يقول صحيح، انه ما تقوم به واشنطن هو محاوله لتصفيه القضيه الفلسطينيه. هذه خطه او صفعه القرن او خطه لتصفيه القضيه الفلسطينيه، هذا صحيح، لكن الخلاف هو كيفيه مواجهه هذه السياسه الامريكيه. لا يمكن مواجهتها طبعا بالواقع الفلسطيني الحالي. بعد تصريح صائب عريقات ان 70% من صفقه القرن قد تم تنفيذها، هل تعتقد ان هذه الازمه يمكن ان توحد الصف الفلسطيني، ام ان الخلافات الداخليه اكبر من أن تحدهم هذه الأزمة؟ للأسف يعني نحن الآن سنة تقريبا من الحديث عن صفقة القرن. ربما تولى منصبه في بداية 2017 ترامب، يعني سنة ونص أو أكثر، نتحدث عن سنة من الحديث عن صفقة القرن. صفقة القرن بدأت تهديد جدي، وللأسف لم تؤدي إلى تغيير نوعي في الساحة السياسية الفلسطينية الداخلية. يعني لا يمكن بدون توقيع فلسطيني أن تمر رسميا صفقة القرن، لكن في نفس الوقت لإفشالها أو حصر تداعياتها أو على الأقل تقليل أثارها السلبية لا يمكن فعل ذلك في ظل الانقسام الفلسطيني وفي ظل العجز عن بلورة استراتيجية أو سياسة فلسطينية متماسكة وموحدة ومتوافقة ومتفاهم عليها.
سيد ماجد عزام الكاتب السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.